التحذيرات التي أطلقها عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ جاءت بعد تحديث جديد على البرنامج الذي يساعده على التواصل مع العالم الخارجي. يستطيع التحديث قراءة أفكاره وترجمتها لكلمات مكتوبة أو صوتية. أعتقد أن وصول الكمبيوتر إلى مستوى الذكاء الصناعي المستقل قد يكون نهاية البشرية، لأنه بمجرد أن ينجح الإنسان في تطوير أجهزة بذكاء صناعي مستقل سيتم استنساخ نماذج منها بلا حد، ولن يستطيع البشر الذين يعتمدون على التطور البيولوجي البطيء المنافسة. فالذكاء الصناعي الذي يعد سعي الآلة لمحاكاة وظائف العقل البشري بمستويات مختلفة، يؤكد العلماء أنه أصبح منتشرا في كل التعاملات البشرية تقريبا، ولا يكاد يخلو منه مجال من مجالات الحياة العصرية. لو حذفنا أجهزة الكمبيوتر ذات الذكاء الصناعي من حياتنا لتوقف كل شيء، لن تكون هناك طاقة أو وسائل توزيع الغذاء أو اتصالات، ستكون الحياة مستحيلة بدون أجهزة تتمتع بقدر من الذكاء الصناعي. لكن علماء آخرين رغم إقرارهم بأن بلوغ أجهزة الكمبيوتر مستوى من الذكاء الصناعي يمكنها من الاستقلالية هو مسألة وقت، إلا أنهم يعتبرون ذلك عنصرا إيجابيا قد يغير حياة البشر نحو الأفضل على الأرجح. أتصور طرحا أكثر عقلانية هو أننا سنستفيد كثيرا من تطوير كمبيوتر ذي ذكاء مستقل، لأنه لا يوجد دليل على أن تلك الأجهزة ستقضي علينا. نحن نواجه مشاكل كثيرة، وسيكون مفيدا لو ساعدتنا تلك الأجهزة على إيجاد مصادر طاقة نظيفة مثلا. لكن الخطر الحقيقي في نظر علماء كثيرين هو في الاستخدامات العسكرية للذكاء الصناعي. رغم التنامي الكبير في قدرات الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر، إلا أن غالبية العلماء لا يتوقعون أن تبلغ درجة الاستقلالية الكاملة إلا بعد عقود. نصر البدري، الجزيرة، جامعة كامبريدج.